في المشاركة التالية يأخذنا حسني رجب في جولة عبر أبرز المواقع الأثرية في منطقة الميناء الشرقي في مدينة الإسكندرية. هذه الأثار تعود إلى عصور تاريخية متفاوتة، لكن كثيرين لا يدركون أهميتها بحسب رجب الذي يقترح حلولاً لتنشيط السياحة في مدينة الإسكندرية. تعتبر منطقة الميناء الشرقي من أجمل مناطق الإسكندرية، فيها تحول البحر إلى مواطن سكندري حيث توغل ويعيش ويسكن في أحضان المدينة. وبالمقابل فإن المدينة بسكانها ومبانيها وشوارعها أصبحوا جزءا من البحر، وهذا الامتزاج بين الطبيعة الجميلة والمواطن السكندري حفز القدرات الإبداعية للمواطن السكندري. وإذا تجولنا في محيط الميناء الشرقي سوف نشاهد كثافة التفاعل الحضاري الإنساني للمواطن في هذه البيئة، وقد انعكس على مجموعة رائعة من التماثيل والمباني ودور العبادة والقلاع العسكرية. في منطقة السلسلة سوف نشاهد تمثال لعروس البحر أو الأشرعة البيضاء، ونشاهد أشرعة السامقة التي ترمز إلى الانطلاق والحرية، ويقابل هذا التمثال مبنى مكتبة الإسكندرية الذي أنشئ على شكل شروق قرص الشمس ويرمز إلى الدور التنويري للكتاب في مواجهة ظلام الجهل، وبجوار المكتبة قبتها السماوية. ونقترب من محطة الرمل ونشاهد المساكن، وقد تحولت إلى تحف معمارية ومتاحف مفتوحة بنقوشها وزخارفها وألوانها وأعمدتها. وفي ميدان محطة الرمل الذي يتوسطه تمثال زعيم الثورة، ثورة عام 19، سعد زغلول، ومجموعة المباني العتيقة التي تحيط به، وقد جعلت الميدان كله متحفا مفتوحا يواكب جمال منطقة الميناء الشرقي. وفي المنشية القلب النابض لمنطقة الميناء الشرقي نشاهد النصب التذكاري للجندي المجهول بأعمدته ومبناه الرائع، وبجواره مبنى لم يكتفي مصمموه بجمال الشكل الخارجي، ولكنهم أضافوا إليه مجموعة من التماثيل الرائعة فوق سطح المبنى. وفي ميدان أبو العباس المرسي نشاهد شموخ الحضارة الإسلامية في النقوش والزخارف التي تزين قباب ومآذن هذا المسجد. ونصل في نهاية جولتنا إلى منطقة قلعة قايتباي أو الطابية زي ما بنقول عليها في اسكندرية. رغم أن المبنى أنشئ لحماية سكان المدينة، ولكنه في تصميمه وعمارته تحول إلى تحفة معمارية بالأشكال الجميلة التي والأسوار التي تحيط به، وأصبحت مجموعة هذه الأعمال التي تحيط بالميناء الشرقي وكأن البحر تحول فيها
إلى قلب المنطقة، وكأن أمواجه تمثل نبض هذا القلب الذي يفيد سحرا وجمالا. حسني رجب محمود، الإسكندرية، مصر.